السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة سنة أولى، أهلا بكم في المحاضرة رقم 9. إحنا استكمال بقى للموضوع اللي بقالنا محاضرتين، اللي هي السكيما فور ديسكريبشن ليف مورفولوجي. السكيما اللي هنعملها عشان نكمل الوصف بتاع الورقة أو المورفولوجي بتاع الورقة، بدأناها محاضرتين بدأنا فيها النيم، الأوريجن، الكونديشنز، والكالر، تمام؟ الانسيرشن والفايلوتاكسز والليف بيز والليف بيتيولز. كان فاضل لنا اللامنة. احنا لامنة اتكلمنا عليها فعلا قبل كده، والنهارده هنستكمل جزء بسيط في الديسكريبشن بتاع اللامنة. هنتكلم عن الكومبوزيشن، تركيبة اللامنة، الشيب، المارجن، الحافة، الابيكس اللي هي القمة، البيز القاعدة، الفينيشنز اللي هي العروق، التكشر اللي هو الملمس، والاودر اللي هي الريحه، والتيست اللي هو الطعم، تمام؟ طيب اللامينه ممكن في عن اول ايتم اللي هو الكومبوزيشن او التركيب بتاعها هنقسمها لثلاث انواع، يا اما سمبل لامينه، يعني اللامينه كونسيست اوف كونتينوس ان ديفايدد سيرفيس، الورق المجال الاخضر ده او السطح الاخضر ده متواصل مع بعضه، كونتينوس undivided يعني مش منقسم، تمام؟ ده السمبل لامينا. اللوبد اللي هو فيها لوب، يعني فيها لوبس بروز كده، يعني مقصود به ان اللامينا is cut up into a number of loops، تمام؟ يا اما تبقى بنيت او بالميت. بنيت وبالميت ده شكل من الاشكال اللي بنوصف بيها. بنيت اللي هو اللوبس تبقى في بيرز، في ازواج، بير من اللوبس حوالين المدرب بتاع اللامنة. البالميت بيبقى الشكل بتاع الايد، صوابع الايد، البالم اللي هي الكف الايد يعني، تمام؟ فده شكل البالميت او البنيت بتاع اللوب. طيب تالت تقسيمة او تالت كومبوزيشن للامنة ان هي تبقى compound lamina. مقصود بالcompound انها تبقى completely divided into segment. segment يعني قطاعات. completely divided مقسمة بشكل كلي الى قطاعات تسمى leaflet او اريقات، زي ما احنا شايف كده بالظبط، ان كل ده هي leaf واحدة، واللامنة دي اسمها compound leaf او الcomposition بتاعنا اسمه compound، تمام؟ طيب انواع بقى الcompound ده، يا اما هنسميه باي نيت يعني ورقتين، ليفلت ورقتين، ورقتين زي ما باين هنا، يا اما ترنيت ثري ليفلت ثلاث ورقات، بالميت اللي هي زي كف الايد كده، بالم زي راحة اليد، دي كلها بتبقى ورقة، بتبقى فايف اور مور ليفلت، خمسة او اكثر من الورقات، فايف اور مور arising من التوب بتاع البتيول. البتيول ده هو الجزء اللي بتقف عليه الورقة أو اللامنة، تمام؟ طيب البنيت في الكومباوند ليف اللي هو تبقى ليفلت، سيفرال ليفلت، سيفرال يعني العديد، arranged in pairs، pairs يعني أزواج، زوج، اتنين، تلاتة، تمام؟ ده اسمه بتيول وده اسمه راكس، عشان بس ما نتلخبطش. البتيول بتاع الورقة هو ده، وده اللي بيشيل كل دي، تسمى ورقة واحدة على بعضها. الكومباوند ليف البنيت هنقسمها لنوعين، لباري بنيت وام باري بنيت. باري باري بنيت جاي من بيرز او من بيرز، نفس المعنى اللي هي ايه، ان الليف اند ويز بير اوف ليفلت، زوج من الورقات، ده نهايه الورقه، يبقى دي اسمها باري بنيت. مثال كده نبات ورقه السنه. والام باري بنيت يعني without او بدون، يبقى leaf end with single leaflet زي ما هو باين كده، دي كلها ورقة زي الجبراني. طيب الشيب هنقسم اللامنة حسب الشيب للكورديت، كورديت يعني زي القلب، الليبتيكال المنظر البيضاوي بس بيضاوي بس مطول شوية، لينير اللي هو تحسها خطية، لانسيوليت رمحية، رمح، الاب لانسيوليت او الاوب لانسيوليت يعني الرمح المقلوب، الاوفيت البيضاوي، الاوب اوفيت يعني البيضاوي المقلوب. طيب
according للمارجن اللي هو الحافه، يا اما انتاير يبقى المارجن كده سليم مفيش فيه اي حركه خالص خط مستقيم، يا اما سريت يبقى مسنن زي سنون المنشار كده سريت، يا اما كرينيت بيبقى عامل زي الكرانيش كده المارجن بواخد الشكل ده، يا اما دينتيت اللي هي زي الاسنان زي الشكل اللي قدامنا ده. طيب الابكس بقى عندي ممكن اقسمها حسب الشكل اكيوت او اكيومينيت او اوبتيوز، يا اما امارجينيت يا اما تورنيكيت اللي هو الشكل ده، يا اما ميوكورنيت. دي اسماء او اشكال الابكس او قمه الورقه. طبعا لو في الجزء الحاد ده بنسميه ابيكيوليس. طيب البيز او قاعده الورقه هنقسمها لسيمتريك. سيمتريك يعني ميرور ايمج، يعني لو خدنا المضرب ده كانه مرايه يبقى النص ده ايكويفالنت للنص ده بالظبط. البيز سيمتريك يعني كانها صوره مرايه ميرور ايمج. اسيمتريك يعني النص ده مش شبه النص ده في البيز بتاعت الورقه. تمام. الديكارنت هو زي الاسيمتريك ولكن في اختلاف بسيط بين البيز بتاعت الورقه النص ده والنص ده. لو خدنا ان المضرب ده كانه مرايه، لو هما تيبيكال زي بعض يبقى نسميها سيمتريك، لو مختلفين تماما تبقى اسيمتريك، لو مختلفين بس بدرجه مش كبيره يبقى نسميها ديكارنت. طيب لو الفينيشن او العروق بتاعت الورقه موازيه هنسميها بارل فينيشن، بارل للمضرب، المضرب اللي هو العرض الاساسي بتاع الورقه. تمام. او ريتيكوليت فينيشن يعني شبكيه، ريتيكوليت عروق شبكيه. طبعا لو هي في صوره فينيشنز في صوره ازواج او بيرز حوالين المضرب هيفكرنا بشكل اسمه بنيت ريتيكوليت. زي ما انت شايف ادي المضرب الرئيسي او العرق الرئيسي للورقه والفينيشنز طالعه بيرز ازواج حوالينه، يبقى ده بالشكل ده بنسميه بنيت. بالميت يبقى العروق طالعه في شكل زي الكفة الايد زي ما انت شايف اهو، طالع العروق المضرب الرئيسي او الفين الرئيسي اهو، والفينيشنز طالعه زي عروق الايد او كف الايد، ادي منظر البالميت. طيب التكشر او الملمس والاودر الريحه والتيست الطعم. التكشر بنتقسم حسب يا اما تبقى بيبري ورقيه اللي هي ثين رفيعه but slightly thicker رفيعه بس الى حد ما سميكه، كراشيس ده مقصود بانها ثيك سميكه وليذري جلديه، ساكيولنت معناها ثيك وفليشي، فليشي يعني لحميه او فيها نسيج مليان ليكويد او سائل تحسه انه زي اللحمه بالظبط او زي النسيج العضلي كانها ورقه ريتش غنيه كده بالظبط ساكيلنت. تمام. بتبقى الاوراق بتاعت النبات ده فيها عصاره كبيره وبقى ليها سمك كبير وفليشي كانها عضله او لحمه، تشبيه بكلمه فليش المقصود بيها عضله او لحمه. الاودر الريحه يا اما تبقى ريحه ليها اروماتيك اودر، يا اما تبقى ليها ريحه مميزه كاركترستيك مميزه بس انت مش عارف تحددها، فانت بتقول ان ريحه الورقه دي كاركترستيك ريحه وماذا بس من غير تسميه. التيست الطعم يا بيتر مر يا ميوسلجنس اللي هو فيه طعم الميوسلج زي ورق السنه، سولتي مالح، يا اما كاركترستيك طعم مميز بس غير محدد. طيب هنفتكر برضو في سلايد كده اتكلمنا فيها عن تركيب الورقه. الليف بتتكون من ثلاث اجزاء هنتذكر مع بعضنا، الابيديرمس او الطبقه السطحيه، الكورتيكال تيشوز او الميزوفيل الطبقه النسيج الاسفنجي، الستيلر تيشوز او الفاسكولار باندول النسيج اللي فيه الاوعيه. وده كان شكل تي اس او قطاع عرضي في منطقه الميدرب منطقه العرق بتاع الورقه، ادي يظهر فيه الابر ابيديرمس واللور ابيديرمس وتحتيهم الكورتيكال او الميزوفيل او النسيج الاسفنجي، وبعد كده الفاسكولار باندل او الحزمه اللي فيها الاوعيه اللي بتتكون من الزايلم اللي هو الخشب والفوليوم اللي هو اللحاء، فلويوم اللي هو اللحاء، والبيريسايكل اخر طبقه في الكورتيكال اللي بتفصل بين الميزوفيل او الكورتيكال تيشو وبين الفاسكولار باندل. تمام. طيب
الفاسكولار باندل ده احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الابيديرمس وخلصناه، اتكلمنا عن الميزوفيل وخلصناه، اتكلمنا عن الاندوديرم كمان. فاضل لنا النهارده هنتكلم عن الفاسكولار باندل او الحزمه اللي فيها الاوعيه، او الحزمه اللي فيها الاوعيه. طبعا زي ما قلنا عارفين بتتكون من الفلويم او اللحاء والزايلم واللي بينهم اللي هو الكامبيوم. زي ما باين ان ده قطاع عرضي برضو، الثين وول اليمنت او الخلايا الرفيعه اللي جوه منطقه الفاسكولار باندل بنسميها خلايا اللحاء. الخلايا الثيك وول الليجنيفايد اللي فيها لجنين اللي هي الماده اللي بتدي الورقه دعامه او قوه بنسميها الخشب او الزايلم. والخلايا اللي في النص اللي بين الفلويم بين اللحاء وبين الخشب بنسميها كامبيوم، ودي خلايا ميريستيماتيك تيشو، يعني خلايا مسؤولة انها تتحول يا اما للحاء او تتحول يا اما لخشب عشان تجدد الخلايا دي. يبقى دي تركيبة الفاسكولار باندل. تمام، فاسكولار وعائي، باندل يعني حزمه وعائيه تتكون من فلويم اللحاء والكامبيوم النسيج الميريستيماتيك تيشو المسؤول عن الانتاج للحاء او خشب جديد، والزايلم اللي هو الخشب وده اللي جنرالي لجنيفايد او في لجنين في الخلايا بتاعته يعني يخليه للدعامه. طب هناخد الزايلم لوحده، هنجد انه ينقسم الى نوع، يتكون من جزئين، واحد الفيسل الوعاء، اثنين الميدالري ريز اللي هي الخلايا اللي جنب الفيسلز. الفيسل دي الوعاء هنقسمها لبروتو زايلم وميتا زايلم. تمام، بروتو زايلم هو اوعيه الخشب اللي هي تبقى قريبه لسطح الورقه العلوي، الميتا زايلم أوعية الخشب اللي هي قريبة للور سايد للإبيدير لور إبيديرمس. تمام، الطبيعي إن وظيفة الزايلم هي ووتر كوندكتنج، توصيل المية للورقة ومعاه الغذاء طبعا، وسبورت لأنها فيها لجنين أو تبقى لجنيفايد وول، زي ما أنت شايف الوول تبقى سك تخينة وسميكة عشان تبقى دعامة، سبورت الورقة بتعتمد عليها كدعامة. الميدالري ريز التكوين الثاني او المكون الثاني للزايلم هي ترافيرسينج ذا زايلم اند فوليوم، هي فلويم، هي خلايا، هي خلايا بتقطع الخشب واللحاء، يعني بتمر من خلال الخشب واللحاء. تمام، وراديتنج يعني كانها في صوره اشعه ماشيه في صوره نصف القطر، لو انت متخيل ان دي دايره كامله فهي الخلايا بتبقى على امتداد نصف القطر، عشان كده بنسميها radiating. تمام، والقطاع العرضي بيقول لك ان ده الزايلم ودي الميدالري ريز ودي الفلويم اللي هي النسيج اللحاء. طبعا الكامبيوم هي الخلايا اللي في النص. طيب ده الزايلم. انواع بقى الفاسكولار باندل حسب ترتيب اللحاء والخشب، حسب ترتيب الفلويم والزايلم. لو كولاترال فاسكولار باندل ده معنى كده ان الفلويم بتاعك موجود في اتجاه والزايلم في اتجاه وبينهم كامبيوم، يبقى دي كولاترال فاسكولار باندل. يا اما باي كولاترال فاسكولار باندل معناها ان انا عندي باتشين او منطقتين من الفلويم من اللحاء بيحوطوا منطقه من الزايلم، زي ما بين منطقه لحاء منطقه لحاء وبينهم منطقه زايلم، يبقى الفاسكولار باندل يا اما كولاترال يا باي كولاترال. طيب البيري سايكل احنا قلنا ان هو لايز يعني يقع بتوين الكورتيكال النسيج السفنجي او الميزوفيل والفاسكولار باندل. البيري سايكل ده ممكن تبقى الخلايا بتاعه بارينكيما فنسميه بارينكيماتوس سيل، يا اما كولينكيما يبقى كولينكيماتوس سيلز، يا اما فايبر، يا اما يبقى البيري سايكل ده ممكن تبقى خلايا بارينكيما او ممكن تبقى خلايا كولينكيما او ممكن تبقى خلايا فايبر. الفايبر ده معروف ان هي نون ليفنج سيلز، خلايا او نسيج غير حي، برضو بيبقى ثيك وول عشان كده بيبقى دوره دعامه. طيب الخلايا البارينكيما اللي هي احد مكونات البيريسايكل بتبقى خلايا سيمبل جراوند تيشو، يعني زي الخلفيه او باك جراوند للنبات، بيبقى فيها large intercellular
سبيسز، تبقى فيها خلايا مسافات بين خلوية كبيرة، يعني خلية وخلية مسافات بين خلوية كبيرة. مثال للبارينكيما ممكن تبقى كلورينكيما، يعني فيها كلوروبلاست اللي هي المادة الخضراء، أو ايرينكيما فيها اير كافيتيز. تمام، يبقى دول مثالين للبارينكيما. خلايا الكولينكيما دي بتبقى ميكانيكال تيشو فور سبورت، تبقى خلايا قوية لتعمل دعامة للورقة، بتبقى طالما قلنا كلمة دعامة أو بتدعم بقى تبقى خلايا الجدران بتاعتها very thick thickened cellulotic walls، جدران سيلولوز سميكة للخلايا، يبقى الخلية جدارها سميك عشان بتبقى قوية وعاملة دعامة للورقة، يبقى دي البارينكيما والكولينكيما. طيب احنا عندنا شوية مفاهيم بتعبر لنا أهمية الجزء اللي احنا درسناه. احنا درسنا حاجة اسمها الاستوماتا اللي هي الثغر اللي بيطلع من خلاله النبات المية أو الندى أو قطرات الندى، ودرسنا شوية تركيب مورفولوجي. طيب التركيب المورفولوجي بتاع الورقة ده درسناه علشان نفرق بين الليف وأخرى. طيب أنا دلوقتي عشان أفرق بين ورقة اللي هي السبيشيز بتاع الدراج اللي انا هستخلص منه المادة الفعالة بتاعتي، وبين سبيشيز تانية ممكن تكون من نفس عيلة النبات ولكن مش هي اللي فيها المادة الفعالة بالتركيز اللي انا عايزه، فالعلماء حطوا شوية كونستنت او ثوابت لكل سبيشيز بحيث تتكتب في دستور الادوية نراجع هذه الثوابت ونحدد على اساسها هي الورقة دي تبع السبيشيز المقصود ولا لا. من ضمن الثوابت دول هندرس 5 leaf constant، ثوابت للورقة اللي هي الستوميتال نمبر، عدد الخلايا الثغر، ستوميتال اندكس، مقياس او معيار خلايا الثغر، الفين ايلت نمبر، عدد الجزر اللي بيعملها العروق، فين ايلت نمبر، الفين ترمينيشن نمبر، عدد نهايات العروق، والباليزيد ريشيو او نسبة خلايا الباليزيد. اول حاجه الاستوماتال نمبر او عدد الصغور او رقم الصغور، عدد كم ثغر، هو الافريج نمبر، متوسط عدد الاستوماتا، متوسط عدد الثغر البير لكل سكوير مليمتر، لكل مليمتر مربع. المقصود بالمليمتر مربع يعني طول مليمتر في عرض مليمتر، يعني مربع كده طول وعرضه ملي واحد مليمتر بس، من خلايا الابيديرمس، من خلايا السطح اوف ذا ليف. يبقى متوسط عدد الاستوماتا، متوسط عدد خلايا الثغر اللي هي الصغور دي في المليمتر مربع الواحد من خلايا الابيديرمس او خلايا السطح. طيب ده الاستوماتال نمبر. الاستوماتال اندكس بقى او المقياس ده هيكون برسنتج، نسبة مئوية. يعني ايه؟ يعني نسبة عدد الخلايا الاستوماتا الى او على التوتال نمبر، العدد الاجمالي لخلايا الابيديرمال سيلز تشمل الستول، اعداد الاستوماتا زائد كل اعداد الابيديرمال. لما نقسم عدد الاستوماتا على عدد الاستوماتا زائد الابيديرمال ونضربها في 100 يطلع لي نسبه مئويه، والنسبه المئويه دي بتبقى اسمها استوماتال اندكس. وطبعا ده بيبقى بيفرق بين اتنين سبيشيز قريبين جدا لبعض، الالكسندريان والانديان سنه، زي ما انت شايف الاستوماتال اندكس من 10 ل 15 في الالكسندريان، من 14 ل 20 في الانديان سنه. طيب الفين طبعا ده شكل بيوضح لك عدد الاستوماتا، واحد اتنين تلاتة على عدد الابيديرمال سيلز بيتعدى تحت الميكروسكوب في المليمتر مربع الواحد. تمام، ونبدأ نقسمهم على بعض، يعني واحد اتنين تلاتة، لو افترضنا الابيديرمال سيلز دي عددها 10 يبقى 3 على 10 زائد 3، يعني 3 على 13 في 100، يبقى ده الاستوماتال اندكس نمبر بتاعنا. الاستوماتال نمبر هيكون 1 2 3 3 استوماتا بس موجودين. طيب الفين ايلت نمبر، زي ما انت شايف كده الفينز او العروق احيانا بتعمل جزر، يعني بتعمل مكان مقفول، فين بتقفل مع بعضها زي جزر كده مقفولة، فبنسميها ايلت او جزر، ونعدها في الصفحة. فالفين ايلت نمبر بيبقى ليه رقم، تمام، والرقم ده هو عدد الجزر. طبعا مش بنعدها في اي حتة في الورقة، بنختار حتة معينة في الورقة نتفق عليها اللي هي المسافة
المتوسطة أو المسافة اللي في النص بين الميد ريب العرق الرئيسي للورقة والمارجن حافة الورقة. يبقى هي الديفينيشن بتاع الفين ايلت نمبر هو عدد نمبر اوف فين ايلت، عدد الجزر اللي بيعملها العرق او العروق بير لكل مليمتر مربع سكوير مليمتر اوف ليف سيرفيس. فين بقى؟ في الميد واي، في منتصف الطريق بين الميد ريب وبين المارجن. طيب it is constant، ده رقم بيكون ثابت لكل species، لكل species من النباتات بيكون ال vein islet number رقم ثابت، وطبعا بيستخدم as a characteristic for identification of a lead species، بيستخدم كخاصية مميزة أو مميزة للتعريف بتاع ال species. طبعا عندنا مثال الاكزاندريان سنة البين ايلت نمبر بتاعها من 25 ل 29.5، الانديان سنة من 19.5 ل 22.5. طيب البين ترمينيشن نمبر، احيانا بقى العروق بتاعت الورقة ما بتقفلش مع بعضها، فبالتالي بيبقى ليها نهاية، تمام؟ النهاية دي بنسميها ترمينيشن. عدد هذه النهايات في المسافة اللي بين الميد ريب والمارجن بنعدهم واحد، في طبعا في الملي متر مربع الواحد، ادي كده نهايه نهايه نهايه، يعني غير مرتبطه باي فين او اي عرق تاني، نهايه يعني الفين حر كده مقفول لوحده، بعكس دي ما اسمهاش نهايه، دي ما اسمهاش نهايه، لكن دي اسمها ترمينيشن، اسمها نهايه هذا الفين. احنا بقى بنعد النهايات دي، كام نهاية موجودة عندنا في الملي متر مربع الواحد، وبناخدها برضو كرقم بالنسبة لنا مفيد. يبقى الديفينيشن بتاعها number of vinlet termination pair لكل سكوير مليمتر of the leaf surface في الميدواي، في منتصف المسافة بين الميد ريب والمارجن. الفين termination number is ultimate free termination of الفينلت، هي نهاية لكل عرق صغير من النبات، ده المقصود بيها. الـ vinlet termination number usually stated for each species in the herbal monograph، طبعا بيتحط في الـ herbal monograph أو الدستور الأدوية أو الفارماكوبيا. آخر constant عندنا حاجة اسمها palisade ratio، اللي هي عدد الخلايا العمودية اللي هي الباليزيد دي لكل خلية ابيديرمال واحدة، دي اسمها خلية ابيديرمس، كام خلية باليزيت تحتها لكل خلية. يبقى الديفينيشن بتاعها هو الافريج نمبر اوف باليزيت سيلز بينيث، يعني تحت اتش ابيديرمال سيل، يعني دي ابيديرمال سيل اهي خلايا سطحية، تحتها كام؟ 1 2 3 4 5 6، تحتها كام خلية باليزيت، والريشيو دي او متوسط الافريج هو ده الباليزيت ريشيو. الباليزيت ريشيو كان بي ديترمايند can be determined with the powder drug unlike the vein islet number. بيقول لك ان الباليزيد ريشيو دي سهل جدا تحددها في الدراج لما يكون في صوره بودر، لكن الفين ايلت نمبر لازم تتعامل مع قطع من الورق ثابته، ما ينفعش يتحدد في البودر. يبقى الفين ايلت نمبر ما بيتحددش في البودر، ولكن الباليزيد ريشيو ممكن نحددها من خلال البودر دراج. هناخد بقى مثال تطبيقي، نمسك ورقة نبات السنة ونقيسها أو نطبق عليها اللي احنا اتعلمناه في الديسكريبشن بتاع المورفولوجي. أول حاجة الأوريجين بتاعنا أو التعريف بتاعنا، إيه هي ورقة نبات السنة اللي ينفع نطلع منها الدراج؟ هي dried leaflet of cassia acutifolia known as Alexandrian أو خرطوم سنة and cassia CD معصوب بها cassia angustifolia known as Indian سنة أو tenevely سنة الفاميلي الليجيومينوزي فاميلي فابيسي. يبقى السنة هي الليفلت الوريقات الدرايد المجففة من نبات اسم الجينس cassia واسم السبيشيز acutifolia اللي هي الالكسندريان سنة and و بالإضافة للكاشيا أنجستفوليا اللي هي اسمها إنديان سن. يبقى نبات السنة اللي بيعتد بيه كدواء أو دراج أو أنا أقدر أتعامل معاه هو يا إما الكاشيا أكيوتيفوليا
والكاشيا انجستيفوليا، الاتنين دول بيعبروا عن نبات او السنه اللي هي مستخدمه كدواء. تمام، يبقى انا كده عندي اتنين سبيشيز بيعبروا عن هذا. انا بستخدم هنا من هذه الاوراق الليفليت اللي هي بتكون في الصوره الدرايد. تمام، عشان كده احنا درسنا في المحاضرات الاولانيه عن الدراج دراينج وازاي نعمل دراينج بطريقه سليمه للدرجه. تمام، طيب نبات بقى السنة أو ورقة السنة هنطبق عليها اللي احنا اتعلمناه النهاردة. يبقى الأرجن بتاعنا هنتكلم على الليفلت، مش هنتكلم على أي بارت تاني، مش هتكلم عن البذور مثلا، مش هتكلم عن الستيمز، مش هنتكلم عن الفروتس. المقصود بالسنة as a drug هي الدرايد ليفلت. طيب الورقة بتاعت السنة أو الليفز بتاعت السنة هي compound leaf، أول تعريف compound leaf، ورقة مركبة أهي دي اسمها ورقة سنة. طيب هوصفها إزاي؟ أنت شايف إنها pairs يبقى هتبقى peripennate. طب peripennate ولا imperipennate؟ هتشوف آخر ورقتين عندنا فوق مز بير يعني زوج، يبقى peripennate. بيتيوليت يعني هذه الورقة الكومباوند لها بيتيول. طيب الليفلت بتاعتها هتوصفها انها لانسيوليت رمحية زي ما باين من شكلها اهو، with acute macronate او ميكرونate apex، يعني الابيكس او قمة الورقة اسمها ميكرونate. entire المارجن بتاعها entire يعني سليم متواصل مع بعضيه خط واحد، with asymmetric base يعني البيز بتاع الورقة مش ميرور ايمج لبعضيه حوالين المدرب، لا ده في جزء اعلى من جزء في البيز. يبقى ده الوصف بتاع السنه ليفز. طيب هنعمل الكيميكال تيست بتاعنا تو ديفرنشيت بتوين الالكساندرين والانديان سنه. عندنا كيميكال تيست، هجيب الايثر الداي اسايل ايثر اكستراكت اوف باودر، يعني نجيب بودره النبات الجافه بتاعت الليفليت وننقعها في الايثر، يبقى انا كده جايب الايثر اكستراكت. الايثر اكستراكت ده هحط عليه ميثانوليك ماجنيزيوم اسيتيت، يعني هجيب ماجنيزيوم اسيتيت باودر وادوبها في ميثانول، بقى عندي ميثانوليك ماجنيزيوم اسيتيت. السوليوشن ده اخلطه على السوليوشن ده. لو كان الاكستراكت بتاعي ده في الكساندرين سنه هيديني بينك كلر، لو كان الاكستراكت بتاعي ده انديان سنه هيديني اورنج كلر. بنفتكر طبعا الفرق او الكومباريزن بين الالكساندرين سنة والانديان سنة، احنا قلنا الكيميكال تيست من شوية، وقلنا كمان ان الباكج بيأثر على شكل الالكساندرين سنة ان هي تبقى لوزلي باكد ان ميت اور بيلز وزاوت بريسنج، بتتحط بشكل ان ورق السنة بيبقى مش مضغوط لو هي الالكساندرين، على العكس في الانديان سنة ورق الانديان سنة بيبقى مضغوط في بيلز يعني بلات كبيرة او اشولة او كبيرة جدا، فالورق بيتنى وينضغط ويبقى شكله باين فيه التنايات بتاعة الضغط. طبعا بالاضافة للمقارنة للبينك كالر بتاع التيست الماجنيزيوم ستيريت والاورنج كالر بتاع الانديان، يبقى كده عندي طريقتين للتفرقة بين الانديان والالكساندرين. السيرفس بقى او سطح الورقة بتاعة السنة، الابر سيرفيس الابر ايبيديرمس واللور ايبيديرم الخلايا السطحيه. الشكل بتاع الخلايا اسمه بوليجونال سيلز، فيها ليها ستريت وولز وباراسيتيك استوماتا. الهير نون جلاندولار يوني سيلولار كيرفد اسمها وورتي هير. تمام، يا اما رايزنج فروم السيكاتريكس اللي هي المكان اللي بتسيبه الهير بعد ما تقع، scar left after falling of hairs with radiating epidermal cells، ده شكل السيكاتريكس. ده
تمام. يبقى انت هتشوف الابر سيرفيس السطح العلوي للورقه هتشوف ايه؟ هتشوف بوليجونال سيلز، بوليجونال ابيديرمال سيلز ليها ستريت وولز، الخلايا او الجدران بتاعت الخلايا ستريت مستقيمه مش ويفي ولا كيرفد. هتشوف باراسيتيك ستوماتا، وهتشوف وورتي هير يعني يوني سيلولار نون جلاندولار وورتي هير، يا اما هتشوف الاسكارتكس اللي هو مكانها اللي هو راديتنج زي ما قلنا شكل اشعاعي كانها مكان مشاع كده بيطلع اشعاعات على امتداد نص قطر الدايره دي، ده المقصود بكلمه راديتنج يعني. يبقى ده منظر او الوصف بتاع السيرفيس بتاع السطح العلوي للسنه ليفز. الشيب والهير والابيديرمال سيلز هنا هيكون فيها ميزه انها فيها ميوسيلج، والابيديرمال سيلز هتبقى كفر ب كيوتيكل طبقة شمع سموث مش هتشوفها عشان هي تبقى فيري سموث كلير يعني. طب الـ TS أو القطاع العرضي هنشوف فيه ايزو باي لاترال ليفز، يعني الباليزيد لاير موجودة في الأبر إبيديرمال وفي اللور إبيديرمال. هنشوف ميزوفيل ديفرنشيت لنوعين من الخلايا، الباليزيد لاير هتبقى كونتينوس اوفر الميدرب يعني متصل مش هتتقطع، الميدرب نفسه هيبقى بروميننت بارز على اللور سيرفيس بتاع الورقه اكتر. هنشوف كريسنت، كريسنت يعني هلالي، كريسنت شيب كولاترال فاسكولار باندل، هنشوف فاسكولار باندل كولاترال يعني الفلويم، الفلويم اللي هو اللحاء والزايلم وبينهم كامبيوم بس، يبقى دي اسمها كولاترال. كريسنت شيب يعني شكلها هلاليه تمام، واخده نصف دايره كده. ويز ليجنيفايد بريسايكل فايبر، هنشوف البريسايكل بتاعنا هيبقى شكله هلالي وليجنيفايد يعني فيه لجنين. هنشوف كريستال شيس موجوده كمان، يبقى كريستال شيس وليجنيفايد بيريسايكل، فاسكولار باندل كل من النوع الكولاترال. هنشوف خلايا الكولانجما وخلايا البيريسايكل هيكون ليجنيفايد فايبر. يبقى البيريسايكل عندنا احنا قلنا يا اما يكون بارينكما سيل، يا اما يكون كولينكما سيل، يا اما يكون فايبر. فنوع البيريسايكل في السنه ليف فايبر وليجنيفايد، نوع الفاسكولار باندر كولاترال وشكلها كريسنت هلاليه، نوع الليف ايزو بايلاترال يعني ابيديرمال سيلز فوق وتحت، نوع الباليزيد لاير الموجوده كونتينوس يعني المدرب ما بيقطعهاش، عندي حاجه مميزه اسمها كريستال شيس يعني كالسيوم اوكسيليت كريستالز متشاله في وعاء او وعاء او كيس يحتوي على الكريستالز. يبقى دي اهم معالم او صفات القطاع العرضي في الورقه، زي اما كانت دي هي اهم معالم او صفات الابر سيرفيس او السطح العلوي للورقه نبات السن. الكريستال شيس شكله تحت الميكروسكوب كده عباره عن فايبر تيشو شايل جواه كالسيوم اوكسيليت كريستالز، قطعه ازاز كده وبترسب كده في الامتحان يعني. كريستال شيز هي عباره عن بارينكيما سيل، خلايا بارينكيما شيثينج تحتوي او شايله جواها باندل اوف فايبر، مجموعه فايبر زي ما انت شايف كده، خطوط دي هي فايبر. اتش بارينكيما سيل كونتيننج بريزم، بريزم يعني زي منشور زجاجي من الكالسيوم اوكساليت كريستالز. الوصف بتاع الباودر بتاع السنه هي لايت جرين تو جرينش يلو، شكلها الباودر بيبقى اخضر خفيف. having faint characteristic odor، هنوصف الاودر بتاعته او ريحته كاركترستيك مميزه، faint يعني ضعيفه. طبعا mucilaginous slightly bitter taste، الطعم عباره عن طعم mucilage والى حد بسيط جدا مر bitter taste. وكاركترايزد باي اهم صفات الباودر، هنشوف ابيديرمال سيل، هنشوف فيها باراسيتيك ستوماتا، هنشوف وورتي هير، وهنشوف كمان او هنشوف السيكاتريكس مكان الهير لو وقعت، هنشوف الوورتي هير نفسها، وهنشوف كلاستر من الكريستال اوف كالسيوم اوكساليت، كلاستر يعني مجموعه من الكريستالات، هنشوف فراجمنت اجزاء من الليجنيفايد
annular xylem vessels، وهنشوف bundle يعني مجموعه او حزمه من الليجنيفايد بيريسايكل فايبر، وهنشوف الكريستال شيس. فدي اهم معالم او صفات او الكاركتر بتاعه الباودر بتاع ورق النبات السنه. هنشوف باراسيتيك استوماتا، هنشوف وورتي هير، هنشوف كلاستر من الكريستالز وباندل وكريستال شيس، وهنشوف ليجنيفايد بريسايكل. تمام، دي النقط الاساسيه في الباودر. ادي الورتي هير، نحفظ شكلها كويس جدا. ادي السيكاتريكس، مكان وجود الهير على الابيديرمال سيل. الكريستال شيس مهمه جدا، خلايا بارينكيما جواها كريستالات وخلال الفايبر. باراسيتيك استوماتا بالشكل بتاعها، وكلاسترز كريستال من الكالسيوم اوكساليت، تجميعات او مجموعه كالسيوم اوكساليت متجمعه مع بعضها عامله كلاستر، تجميعه كده. تمام، طيب الاكتف كونستيتوينت او الماده الفعاله، زي ما احنا درسنا الاكتف كونستيتوينت كلاسز في المحاضره 5/6 لنبات السنه، هي 2.5% انتراكينون جلايكوسايد. ونفتكر جلايكوسايد ده مقصود ايه؟ جلايكو مقصود ان فيه جزء شجري جلوكوز او جلاكتوز، وجزء اجلايكون بارت جزء من الشجر، وفينهم ايثر لينكج يعني او لينكج. الانتراكينون بتاعي جلايكوزايد اللي في السنه اسمه سينوسويد A او سينوسويد B، سينوسويد C، سينوسويد D. دول اربعه سينوسويد او اربعه انتراكينون جلايكوزايد، تركيزهم 2.5% او بنسميهم الداي انثرون. تمام، في ماده فعاله تانية اسمها 6 هيدروكسي ميوزيسين او نفثالين جلايكوزايد، وعندنا كمان ميوسيلج وريزن. يبقى ايه هي الاكتف كونستيتوين بتاع نبات السنه؟ انتراكينون جلايكوزايد ونفثالين جلايكوزايد. يبقى دول نوعين من الكيميكال كلاس، عائلتين من المركبات. عائلة مركبات الانتراكينون مثال ليها السينوسويد A و B و C، وعائلة مركبات النفثالين جلايكوزايد ومثال ليها السكس هيدروكسي ميوزيسين، وعندنا ميوسيلج وريزن. فدي الاكتف كونستيتوين بتاعت السيناريوز. التست اللي هنعمله اللي هي للسينوسايد، السينوسايد دي اللي هي الانثراكينون جلايكوزايد، التست بتاعها اسمه بورن تراجرز تيست، موديفايد بورن تراجر تيست. الباودر بتاع السنه مع الكوليك بوتاسيوم هيدروكسايد هنغلي لمدة دقيقتين ثلاثة، هنعمل تخفيف بمية، هنحط 2 دروبس من H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسايد أو ماء الأكسجين، هنفلتر ونحط دايل HCl عشان نعمل أسيديفيكيشن، هنعمل شيك مع إيثر أو بنزين اللي هي نون بولر، سيبريت الأورجانيك لاير لوحدها، هناخد 2 مللي دايلوت أمونيوم هيدروكسايد هيديني روز ريد كولر في الأكوس لاير. طب دور الهيدروجين بيروكسيد هنا انه يبريك الداي انثرون لينك، دور الهيدروجين بيروكسيد انه يكسر اللينك دي، ويكسر اللينك دي فيطلع لي الاجلايكون بارت يدوب في البنزين والايثر لينك، فنعرف نعمل التست بتاعنا. طب ايه الاكشن واليوز بتاعت السنه؟ السنه از لاكزيتيف او ملين، ممكن في التركيزات العاليه يبقى اسمها بيرجاتيف او زي الشربه، يعني تاثير ملين قوي جدا. السنه انهبت بتمنع الووتر ابزوربشن من الكولون، يعني بتخلي الكولون في ميه، فبالتالي بتسهل عمليه التليين، بتمنع امتصاص الميه من الكولون فبتخلي القولون في ميه. انهبت ووتر ابزوربشن فروم كولون. استيميوليت ماسكولار كود تو اوف ذا انتستين تو برودوس البريستالسيس، بتعمل اثاره لعضلات اللي بتغطي الامعاء عشان تعمل البريستالسيس او الحركه انقباضيه. يبقى بتكتر الميه داخل القولون وبتثير حركه البريستالسيس او حركه الانقباضات بتاعه القولون او الامعاء، ده بيساعد انه عمليه الاستول او الاخراج تبقى سهله. It gives soft stools used as laxative او purgative، بنستخدمها to treat acute constipation يعني الامساك الحاد للبيشنت اللي بيعاني من الهيمورويدز اللي هو البواسير او الانر فيشر الشرخ الشرجي. طبعا بستخدمها في الاكس راي اكزامينشن، في الفحص بتاع الاكس راي لما بعمل اشعه او قبل ما اعمل اي عمليه جراحيه لازم اعمل تفريغ للامعاء
ملين قوي. الكونتر انديكيشن طبعا الاساسيه بتاعتي during pregnancy ولاكتيشن، الحمل والرضاعه، children under 12 years old، اي طفل تحت سن 12 سنه، دول حالات خاصه. لو واحد عنده ابندسايتس، عنده التهاب الزايده، عنده ابدومينال بين، مش عارف سبب الالم في الابدومن في المعده ايه، واحد عنده اكيوت انتستاينال انفلاميشن او كولايتس انفلاميشن للكولون او كرونيك كونستيبيشن، عنده امساك مزمن، ما ينفعش استخدم السنه كملين في هذه الحالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.